بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلامك وخفيا ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت
سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي. اي والله ظلمت نفسي. ظلمت نفسي. ظلمت نفسي. تجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتقدي.
منكسرا يا الله مستغفرا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل يا الله. اللهم فاقبل بحق الحسين. اللهم اللهم فاقبل عذري. اللهم فاقبل عذري. وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا يا رب. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. يا كريم يا كريم يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء
ومكروه قليل مكثى، يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مولاي يا مولاي يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات 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 هيهات. ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك؟ فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تغب لي في هذه الليلة وفي هذه كل جرم أجرمته يا الله وكل ذنب وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ
تستراه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما يا عليما بفقري وفاقتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأراد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي
نصبته يا الله وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي. قولها بعد. فبعزتك استجب لي يا الله. فبعزتك وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع. الله يرضى عنك يا سريع. اغفر لمن لا يملك حاجي سمعك. اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء يا من اسمه يا الله يا من اسمه دواء يا من اسمه يا الله وذكره الله يشافي مرضاكم وذكره وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه يا سابغ مستوحشين يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. هذا الدعاء اسمعه واطلب حاجتك. رحم الله والديك إلهي. بس لحد يقوم. جزاكم الله خير. خليك على قعدتك والملائكة حاضرة وياك وتحفك. والله إلهي قد جلس المسيء بين يديك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك راجيا لما لديك فلا تخيبه بفضلك من رحمتك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي 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 أصحاب الحوائج ولادة الزهراء وهذا يوم قضاء الحوائج وزيارة الحسين. إلهي إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي شقاوتي وغرني سترك المرخى علي فمن الآن
من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فيا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا أعبروا، وللمثقلين شو يقولوا لهم؟ حطوا. إلهي أفمع المخفين أجوز، أم مع المثقلين أحاط؟ ويلي 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 ويلي، كلما كبر سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي. فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحيي من ربي؟ إلهي بحق الحسين، هؤلاء زوار الحسين، إلهي قصدوا الحسين راجين لما لديك، فلا تخيبهم يا الله. إلهي قصدوا الحسين لشفاء مرضاهم، فلا تخيبهم يا الله. إلهي قصدوا الحسين لقضاء حوائجهم، فلا تخيبهم يا الله. بحق الحسين اقضي حوائج زوار الحسين فردا فردا. اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل يا الله وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه يا الله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح خدمة الحسين كافة وعامة. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات ثلاثا على حب محمد وآل محمد.